أزمة وقود حادة تشهدها سامراء منذ أيام أدت إلى خلق ازدحام كبير أمام محطات الوقود واضطرار المواطنين للوقوف ساعات طويلة للتزود بالوقود، فضلا عن إغلاق أغلب المحطات الحكومية أبوابها أمام الناس لعدم توفر مادة البنزين. الحكومية صار لها 3 أيام عزلة والأهليات عندهم بنزين محسن، شنو يعني هذا؟ يعني يمصون فلوس من عندنا، يمصون دمائنا، شنو الأزمة هاي؟ وين الدولة؟ شو قبل ماكو أزمة؟ يعني قبل أسبوع ماكو أزمة، شنو أيام العيد؟ قبل أيام العيد صارت أزمة عندنا شديدة كلش. صار لنا 3 أيام ندور بنزين ماكو، لازم سرة كاتلنا الحار ولا طلع المحسن، المحسن ما أدري بألف مدري بألف وربع على تور، زين أنتوا على شو معزلين؟ أزمة الوقود في سامراء فاقمت الغضب الشعبي تجاه مسؤولي الحكومة بسبب غياب الدور الحكومي تجاه تكرار الأزمات في المدينة، وأبرزها مشكلة الوقود التي تعد من المشكلات المتكررة في سامراء. والله هي دائما متعودين عليها، نوبة أزمة غاز، نوبة أزمة بنزين، هي دائما هاي الأزمات. والله هي تنفض، نطالب أنه تنفض، لأن إحنا بلد نفطي، مو تقول يعني بلد ما عندنا فوض، وبلد نفطي يعني هذا مو وضعية. بنزين ماكو، البنزخان الأهلية جاي توزع بس محسن، المحسن بألف دينار، يعني شنو ذنب المواطن؟ الله يكون بعونه اللي ما عنده، وباع السرة لوين واصل بس محسن زين، والبنزخان الحكومية معزلة، المسؤولين ما جاي يسوون أي حل للمدينة، يعني من أي خدمات ما بيها المدينة، يعني ما أعرف، الله يكون بعون السامراء شلون عايش. ما تشهده مدينة سامراء من أزمة للوقود تمثل مؤشرا واضحا على الإهمال الحكومي واستشراء الفساد داخل مؤسسات الدولة، ولا سيما بعد قيام جهات متنفذة بتهريب الوقود إلى دول أخرى، مما فاقم الأزمة وأعادها إلى واجهة المشهد العراقي من جديد.